سؤال همزة آية مغلطة شجرة من هذا الشجرة بعد كما تقول نبقة ونبق آء وآءة. قال بعضهم حزق إذا ما القوم أبدوا فكاهة تحير إياه يعنون أم قرداء إياه. اجتمعت همزتان لكن بينهما فاصل هو الألف. وفي قراءة قالون رحمه الله تعالى عنده كذا ألف إدخال يسموه ألف إدخال في القرآن. إنك أبوي إنك مرش أقول إنك فقط أنا قوله وأم ونحوه وجيني في ثانيه أم. قال لو صوت من الهمزات على مثال أترج اجعل الكلمة كلها همزات تقول أوه الهمزة الأولى مضمومة ثاني ساكنة تقول أو يصير أو أت أت أو رج أو وتقول أو أخيرا لو خص صوت من الهمزات على قماط على مثال قمطر القاف مكسورة وهي مفتوحة تقول إيائيون قطرا الثانية فتحت بعد الأولى مكسورة جاءت هياء هذا ما أقول وهمزة أول الواوين يرد في بدء غير ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جواءهم ونحوه وجيني في ثانيه أم ثم قال وياء يقلب ألفا كسرا تلا أو ياء تصل دخلنا في فصل آخر وحقيقة الفصل نكد شوية ومن الأماكن الألفية التي قال فيها ابن مالك وتقتضي رضا بغير السخط من هذا ومنها قول ابن مالك وفي ذا الحذف أيا غير أيا يقتفي إن يستطى الوصل وإن لم يستطى فالحذف نزر وأبو أن يقتزل حقيقة ضاق عليه الوقت قليلا وإلا أحبه والبعد إن شاء الله.